نتعرف مع بعض على شريط المهام الموجود أسفل الشاشة تحت عندي. بجانب اليمين هنا بيكون في قائمة إبدأ اللي تحتوي على جميع البرامج النازلة على جهاز الكمبيوتر. هنا إنترنت إكسبلورر، لو حطينا مؤشر على الأيقونة نفسها راح يظهر لنا اسمها. وهنا لو حطينا برضو مستكشف لويندوز، طبعا لو ضغطنا عليهم بيكون هدول كلهم فعالات. لو جربنا نضغط على انترنت اكسبلورر راح يعطيني صفحة الانترنت. لو ضغطنا هنا برضو على مستكشف راح يعطيني صفحة المستكشف، وعلى فايرفوكس ايضا، وعندي برضو ايضا ماسنجر، وعندي برنامج مسجل عليه انا. على الشمال في عندي هنا اللغة، اللغة لو ضغطنا عليها ممكن انا اغير اللغة من الانجليزية للعربية او من العربية للانجليزية عن طريق التعليم عليها. لو لاحظنا هنا بيعطيني انجليش، يعني اي ان انجليش معناها اي ار اللي هي عربيك. اي ان لو ضغطنا عليها بتتغير. لو عن طريق برضو الكيبورد لاحظنا ضغطنا شيفت مع الت مع شيفت ولاحظنا تحت ايش حنلاقي، تغيرت من حرف الاي الى ار عربي لانجليزي. لو ضغطنا بشمال راح يعطيني انجليزي نغيرها. في عندي كذا طريقة اغيرها. هذول الشغلات خاصة نازلين بيكونوا مع الويندوز نفسه. في عندي على الشمال هنا الساعة والتاريخ. لو انا عايز اغير التاريخ والساعة كيف بدي اصل الهم وانا اغيرهم؟ لو رحنا مع بعض ضغطنا بشكل سريع ضغطتين او عفوا ضغطة واحدة راح يعطيني تفاصيل عن النتيجة مثلا وعن الساعة وعن التاريخ. لو بدنا نغير مثلا اعدادات التاريخ والساعة، فيه تغيير اعدادات الوقت والتاريخ، ضغط عليها بيعطيني قائمة خاصة بالتاريخ والوقت وما شابه. لو حبينا نغير التاريخ والوقت ضغط عليه ايضا، هي عندي التاريخ مثلا 2 او 3 حسب ما انا عايز، التاريخ عندي 4 على سبيل المثال، والساعة 12 صباحا حتكون مثلا 12 مساء، مساء 12:30 مساء. لو حبينا نغيرهم بنعلمها بالشكل هاي وبنقول له موافق. كم مرة نغير؟ هاي مثلا خليه مثلا التاريخ 5 والساعة مثلا 2 وموافق موافق. لو لاحظنا تحت مع بعض حنلاقي التاريخ تغير والساعة اتغيرت. كم مرة ضغط عليه تغيير اعدادات الوقت والتاريخ. راح هنا نقول له تغيير تاريخ الوقت، بنختار 4 مثلا، الساعة هالوقت مثلا 12 مساء. تغيير ممكن ايضا اغير انا بعد شغلات في تغيير اعدادات التقويم باجي عليها. بنقول له هنا تخصيص التنسيق مثلا، ممكن انا اخلي تنسيقات التواريخ اللي هي مثلا يوم شهر سنة تاريخ طويل او قصير بالشكل هاي. عدد ادخال السنة من رقمين مثلا ممكن يكون تاريخ قصير تاريخ طويل. الوقت ممكن كيف يظهر لي وقت قصير وقت طويل، هو معطيني هنا تنسيقات لحاله. ممكن انا العملة اخليها رمز العملة اغيره برضه دولار او ما شابه. ايضا عندي الارقام اخليها مثلا حسب ما انا عايز، عدد الارقام بعد الفاصل ممكن اخليه 2 او 3 او 5، يعني مثلا 10 مثلا 5 و2 من 10 بديش يظهر لي 2 بعد 2 من 10 اي رقم 10. ممكن بالشكل هذا نعرف هي شغلة موافق. هنا برضو ايضا موافق موافق. هنا ممكن انا اغير المنطقة اللي انا قاعد فيها على سبيل المثال، انا قاعد في القدس على سبيل المثال او فلسطين. لو بدي اغير مثلا على القاهرة ممكن اغير وحط موافق، يعطيني انا المنطقة الزمنية حسب القاهرة، بس حاليا خليها على سبيل المثال القدس. موافق موافق. احنا عرفنا كيف نغير الساعة والتاريخ وعرفنا شريط المهام. طيب لو ضغطنا باليمين على شريط المهام تحت فوقه حنلاقي له خصائص تأمين شريط المهام، بدأ إدارة المهام، إظهار سطح المكتب، إظهار النوافذ جانبا بجنب، إظهار النوافذ بشكل مقدس، تتالي النوافذ، أشرطة الأدوات. ممكن أنا أتعرف على بعض هذه الشغلات، أو الأكثر إشي ممكن أستخدمه على خصائص شريط المهام أو تأمينه. بالشكل هاي بيكون مأمن. لو ضغطنا عليه ورفعنا
الصح عنه بيعطيني اياه التحكم واتنقل فيه لحد وين بالضبط ممكن انا يضيف لي برامج بالصورة هاي. هو اعطاني حرية التمكن من التنقل او توسيع شريط المهام، انه هو شريط المهام كده غير مغلق. هنقفله تاني باليمين تأمين. خصائصه، هاي خصائص شريط المهام. في عندي شريط المهام مظهر، شريط المهام تأمين، شريط المهام اخفاء تلقائي. هنجربها، ما ضغطنا عليه ونجرب تطبيق. هنا اصبح عندي اخفاء تلقائي شريط المهام مباشرة، محدد المؤشر ما يجي عنده بيظهر لي عليه، بيظهر لي. خليه احنا ايش، خليه طبيعي. تطبيق يرجع تاني. استخدام رموز كبيرة ممكن هنا استخدمها وين، في شريط المهام اصغرها او اكبرها لشريط المهام. خلي احنا طبيعي ايضا طبيعي. ممكن انا اخصصه منطقة الاعلام اللي هي بيظهر عندي على الشمال على يسار الشاشة تحت عندي هنا كذا شغلة نازلة معرفة. انا لو بدي اخفيها باجي على منطقة الاعلام، تخصيص الرموز والعلامات والاعلامات التي تظهر في منطقة الاعلام. تخصيص، ممكن انا البرنامج هاي اخليه برنامج مثلا النت ابن سكول، اخليه دائما اظهار، اظهار الرموز والعلامات دائما، او اظهار او اخفاء. اخليه مثلا اخفاء، نخليه مثلا هذا اخفاء ايضا. لاحظنا تحت بنخفيه العلامات. مركز الصيانه لو بدي اخليه برضه اخفاء بنشيله، بيظهر عندنا اخفاءات. وين عشان نقول له موافق. لاحظنا صار عندي هنا له سهم صغير، وممكن نلاقي في قلبها باقي البرامج. هي البرامج بتنخفي بس يعني بتضيعش بالمره، بتكون صارت لها عمليه اخفاء، ممكن نصل لها عن طريق السهم هاي. ايضا ممكن انا اخصص برضه منطقه الاعلام من السهم هاي، اصل لها منطقه الاعلام نفس الخصائص. اي جيد. القائمة ابدأ، عرفنا شريط المهام. قائمة ابدأ الحين عرفها شوي شوي. شريط الادوات، خلينا شوي شوي نتعرف عليها. هالوقت شريط المهام مأمن، ممكن انا انقله على الجنب او فوق او على الطرف. لو بدي انقله على الطرف ايمين او يسار، باجي عليه باليمين بفك عنه التأمين وبعلم عليه وبأضغط وبأسحبه على اليمين، او بضغط لأعلى، او بأضغط وبوديه على اليسار او اسفل، انا حسب ما انا عايز بدي اوصله. اامنه باليمين تأمين شريط المهام. مع بعض نروح على قائمة ابدأ نتعرف عليها. اول حاجة في عندي عشريط، لو ضغطنا عليها باليمين نروح لخصائصها. قائمة ابدأ نتعرف عليها، في عندي هنا الاجراء الخاص بزر الطاقة اللي هو عندي تبديل المستخدم، تسجيل الخروج، تأمين، إعادة تشغيل، سكون، إيقاف التشغيل. هي فيها بعد شغلات. أيضا فيها أشرطة الأدوات، فيها العنوان، فيها الارتباطات، لوحة إدخال الكمبيوتر اللوحي، سطح المكتب. لو أنا عايز أظهرهم على جنب الساعة تحت ممكن أعلمهم وأحط تطبيق بيظهروا عندي على جنب الساعة أو على شريط المهام. لو انا عايز واحدة فيهم مثلا بحط تطبيق واحدة لحالها، لو انا مش عايزها بحط تطبيق كلهم بروحه. قائمة ابدأ على يمين هنلاقي فيها كافة البرامج، وهنلاقي هنا بحث عن برنامج معين. في عندي هذه البرامج انا استخدمتها اخر اشي. ممكن على الجانب هنا اقف تشغيل، في جنبها سهم، في سكون، اعادة تشغيل، تأمين، تسجيل الخروج، تبديل المستخدم. سكون، إعادة تشغيل، تأمين، تسجيل الخروج، تبديل المستخدم. في تعليمات ودعم الأجهزة والطابعات، لوحة التحكم، الكمبيوتر، الألعاب، الموسيقى، الصور، المستندات، اسم الجهاز BC90. لو تعرفنا شغلة شغلة، كافة البرامج أنا إيش في عندي برامج منزلها، بيظهر منها اختصار على سطح المكتب، بيظهر منها اختصار لقائمة ابدأ. البرنامج الأساسي بنزل لي وين؟ داخل الدي على قرص السي داخل ويندوز في ملف اسمه بروجرام فايل. هاي بلاقي فيها اي برنامج انا منزله. على سبيل المثال اوفيس هلاقي له هنا اختصارات، وهلاقي له في قائمة ابدأ اختصارات، وعلى سطح المكتب اختصارات.
لو نرجع تاني على قائمة ابدأ كافة البرامج، هل عندنا مثلا مايكروسوفت اوفيس حنلاقي له اختصاراته، وايضا له اختصارات وين؟ على سطح المكتب ممكن نلاقي له، هذا هو موجود، وعلى اقامة ابدأ او داخل جهاز الكمبيوتر على قرص السي. انا بدي اصل لاي برنامج عن طريق قائمة ابدأ باصل لاي برنامج. لو جينا نشغل مثلا برنامج على سبيل المثال النت اوبن سكول، نجرب نشغل، لو ضغطنا عليه راح يشتغل لي، مو يشتغل لي عن طريق قائمة ابدأ. اوكي. في ايضا عندي هنا المستندات، لو ضغطنا عليها هاي المستندات بتم فيها تخزين اي شيء بدنا نخزنه، ملفات على سبيل المثال ملفات دوكومنت او تكست، لو انا ما حددتش له وين اخزن تلقائي بنلاقيه وين خزنه داخل المستندات. في عندي ايضا الصور موجوده على الجهاز الكمبيوتر برضه ممكن اصل لها. في عندي ايضا موسيقى لعاب الكمبيوتر، لوحة التحكم، الاجهزة والطابعات. نتعرف مع بعض على لوحة التحكم. لو جينا هنا على لوحة التحكم نفتحها راح يظهر لي فيها جميع ما يخص الجهاز. على سبيل المثال نتعرف على بعض هالشغلات منها، على سبيل المثال نتعرف على لو رحنا على خصائص الماوس ممكن نخلي خصائص الماوس منها نتحكم فيها شوية. لو ضغطنا عليها الثاني من لوحة التحكم نتعرف على خصائص الماوس، لوحة التحكم عندي خصائص الماوس على سبيل المثال بدي اخليه سريع، اخليه بطيء، اغير اشكاله، ابدل بين الزرين اخليه سريع بطيء. هنا الازرار خليها سريعة شوية. المؤشر ممكن انا اغير المؤشر لصورة تانية، بدل ما هو عندي سهم ابيض بالشكل هاي ممكن اخليه لنوع تاني. هاي استعراض ممكن اخليه شكل دائري، وفتح تطبيق ايش صار عندي الماوس، الماوس صار عندي شكل دائري. لو انا عايزه الشكل يتغير للشكل هاي ممكن انا اغير برضو العمل في الخلفية، برضو اغيره اعمل له بشكل تاني، نختار مثلا الشكل هاي. لو لاحظنا عند اي تحميل برنامج راح نلاقيه يتغير. نجرب نحمل برنامج مثلا جوجل ايرث، ها شايفين ايش صار معنا في المؤشر، المؤشر بتغير. نقفل البرنامج هذا، نفتح برنامج اتقل شوية عشان نشوف التحميل كيف بحمل. لو فتحنا مثلا اكسس بيعطيني شو المؤشر، ماوس مرة ماوس ومرة اكسس. اوكي عرفنا كيف نغير الماوس، مؤشر الماوس. تاني لوحة التحكم على الماوس ضغطين على المؤشرات. لو بدنا نرجع على الافتراضي بنروح نعلم عليه وبنقول له استعادة الافتراضي، وبنعلم عليه بنقول له استعادة الافتراضي، وبنعلم عليه استعادة الافتراضي. بنقول له ايضا ايش تطبيق خيارات المؤشر، ممكن اخليه سريع، ممكن اخليه يعطيني بشكل هاد مع كنترول عليه يعطيني دائرة، ممكن ارفع عنه التحديد موافق. ممكن ايضا التاريخ والوقت من لوحة التحكم اصيلها نفس الخطوات. العرض اللي هي خصائص العرض للتو مثلا شفناها مع بعض، متوسط كبير صغير ممكن ايضا نصايلها. النظام اللي هو يعني خصائص النظام ممكن اصله، اي شغلة بدي اصايلها عن طريق لوحة التحكم، اي شغلة انا عايزها عن طريق لوحة التحكم ممكن اصايلها بصورة رسمية. ممكن خيارات المنطقة اللي هي مثلا لوحة المفاتيح اخليها عربي او انجليزي دائما حسب ما انا عايز من لوحة، ايضا لوحة التحكم. خصائص الكمبيوتر لو بدي اعرف انا خصائص الكمبيوتر ضغط عليه باليمين على خصائصه بعرف ايش مواصفات هذا الكمبيوتر على سبيل المثال. طبعا
اتعرفنا بصورة سريعة على استخدامات ويندوز وخصائص ويندوز، وكيف نضيف وكيف نحذف ملف وكيف نجيب ملف وكيف نسوي شجرة مجلدات، وعلى سبيل المثال عملنا كذا مثل في هذا المقطع. اخر مقطع عنده هنا بدها حذف. طبعا تعرفنا بشكل سريع ومبسط على خصائص الويندوز وعلى اصدارات الويندوز او على استخدامات الويندوز وعلى مميزات الويندوز.